السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جبت لكم الموتوسيكل السي ام جي اللي في ناس كتير بتشتكي منه واللي يقول لك مسامير بتحل. أولا الموتوسيكل لما مسامير بتحل ده عشان أنت بتشحن الموتوسيكل مسامير الموتور. مسامير الموتور دي ما بتشحنش. مسمار الموتور ما بتشحنش. مسمار الموتور بيتركب بيتقفل عليه الصامولة من غير تشحيم. ليه؟ أي موتوسيكل عامة ما بيتشحمش مسامير الموتور بتاعته عشان ما تحلش. اللي بيتشحم معايا 3 مسامير الأكسات، اللي هو الأكس القداماني، أكس النص، الأكس الخلفي، هما دول اللي بيتشحموا. تمام؟ دي نمرة 1. نمرة 2، الموتوسيكل ده يا جماعة مش وحش، قلنا ما هواش وحش، الموتوسيكل ده جميل واستعمال وسعره على قد الايد، السعر بتاعه على قد الايد. عايز تجيب الموتوسيكل ده ماشي، عايز تجيب الدارون ماشي، عايز تجيب اي موتوسيكل براحتك، بس احنا بنقول ان الاسعار بنقول ان هي على قدنا، اللي عايز الموتوسيكل سعره على قده. تمام؟ عندك برضه هنا اهوت، ده تانك سي ام جي، ده تانك سي ام جي، ده اللي هو الشكل بتاع الهوجن. تمام؟ ويركب برضو على المسطرة دي. طب في ناس قالوا لي مفيش قطع غيار، لا قطع غيار، وده جاي مش من الصحارة طبعا، ده مش من الصحارة طبعا، الأصل برضو بتاعه. تمام؟ تمام. دي كرتون طويلة. تمام؟ طيب الموتوسيكل ده يا جماعة مختوم هنا اهوت، الشمال بتاعه مختوم سي ام جي، سي ام جي شايفينها؟ هي ممكن تكون مش واضحة أوي برضه، لأن إيه؟ مش اللي هي المفحورة. تمام؟ بس ام جي. الموتوسيكل ده فيه مميزة جميلة أوي برضه عشان تبقوا واخدين بالكم منها. إيه هي؟ في أماكن أو في بلاد بمعنى أصح المطبات فيها عالية، فطبعاً في موتور ممكن تقوم قاصر من تحت. تعالى هنا، في هنا اهي صدادة حامل للموتور عشان خاطر ان لو في مطب عالي ولا حاجة ما ايه ما يخبطش في قلب الموتور بعيد عن الموتور. طبة الزيت هنا اهي لقمة وبتتحل. تمام؟ الكربراتير بتاعه في شفاط مش ناقصه اي حاجة. تمام؟ موتوسيكل 150 سي ام جي. تمام؟ نقلاته اولاني، ثاني، ثالث، رابع، خامس، تنوير. تمام؟ برضه هنا علبة الكونتاكت بتاعته سي ام جي. وبس الموتوسيكل عشان كان واقف في الشتاء يا جماعة فايه؟ يروح بقى من الترميم. برضه في وش الزيت سي ام جي، المسطرة سي ام جي. برضه الشكمان هنا اهو سي ام جي، والعلامة بتاعته سي ام جي. شايفينها؟ لسه بس مش مفحورة. تمام؟ طيب مفيش في حاجة ناقصة، مفيش في حاجة ناقصة. فرامل الباكن قدام، اسطوانة برضه، اسطوانة الباكن قدام هنا هي. تمام؟ الرياشة عايز تركب له شفاط، اشتغل شفاط. تمام؟ اللي هو النظام القديم بتاعه، دي فرامل عادة.
مش الباكن، مش باكن قدامي ولا حاجة، مش زي الباكن اللي قدامي. تمام. ويا ريت ويا ريت ويا ريت لو سمحت في التعليقات اللي يجي يقول مثلا الموتوسيكل مش حلو او الموتوسيكل وحش، انا عامة مش انا اللي صنعه، مش انا اللي صنعه، بس هي دي حاجة جت قدام مني. في ناس سألوني عن الموتوسيكل ده، انا عرضت الموتوسيكل وبقول الموتوسيكل عجبك تجيبه، عجبك مش عجبك تجيبه براحتك، انا ما بجبركش فيه، مش بقول لك لا لازم تجيب ده، لا ده براحتك. انا يا دوبك بعرض الموتوسيكل ليك، عايز تجيبه ماشي، مش عايز تجيبه براحتك. تمام. ده احنا كده وصفنا الموتوسيكل المسطرة السي ام جي، واشوفكم بعد كده في التاني. السلام.